في حكم هو الأول من نوعه في نيوزيلندا، أصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط على مرتكب مجزرة المسجدين التي قتل فيها 51 شخصا بعد أن أطلق النار على المصلين عام 2019 في مدينة كرايست تشيرتش. وسارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية ساندينا أردرين إلى الترحيب بالعقوبة الصادرة، معتبرة أن القاتل يستحق قضاء حياته خلف القضبان في صمت تام ومطلق.